علي محمد اليوم تنتهي المباراه بالتعادل، كي تنشوفوا انه اليوم كان فريق الكوكب مراكشي لعب في مباراه في الميدان ديالو بحال لعب في وسط الدار البيضاء. كيفاش تعاملتوا مع هذا الضغط ديال الجمهور وبزاف الامور وانه تابعكم مباراه قويه؟ واش الميساج اللي ممكن تقول للجمهور ديال مراكش؟ واه الضغط ما كانش علينا حيت لاعبين في الميدان ديالنا ودخلنا، واخا ما كانش الالتراكريزم تساندنا بزاف، الميساج والفيديو اللي طلعوا على تاريخ كوب مراكش ساندنا بزاف وعطانا واحد الشحنه معنويه باش نقدموا مقابله جيده. وبالنسبه للماتش المقابله الماجيه ديال الدفاع حسين جدي في الكاس، نتمنى من الجمهور يحجب كثافه ويساندنا بزاف لانه محتاجين باش ان شاء الله نعبروا للدور المولي ان شاء الله. صحه وراحه المصوري اليوم نشوف هذه المباراه انتهت بالتعادل امام الوداد البيضاوي. المهم بينك تحدثنا شويه على المباراه، واش كان عندكم شي ضغط بحكم ان تنشوف الجمهور ديال الدار البيضاء كان جاب كثره؟ لا الاخ صابر، الحمد لله نتيجه التعادل نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا، كنتمنوا ان شاء الله نعاودوا النتيجه في لقاء الكاس. كما كتعرف فريق الوداد ماشي فريق سهل، فريق كبير اللي عنده تا هو لاعبين في المستوى وعنده نجوم كبار، والحمد لله على كل حال كنتمنى ان شاء الله يساندنا الجمهور في مباراه الكاس ان شاء الله ونحقق واحد النتيجه ايجابيه تخولنا نتاهلوا ان شاء الله. بصحه وراحه. بصحه العلوجي، المباراه اليوم انتهت بالتعادل امام الوداد البيضاوي، وكنت يشوف الجميع انه دارت واحد الظروف اللي شويه قاطعه بحكم غياب الجمهور ديالكم، واش ممكن تقول في هذه المباراه وبالنسبه حتى للميساج اللي ممكن تقول للجمهور مراكش بالنسبه للمباراه القادمه امام الدفاع الحسين جدي؟ الميساج اللي نقدر نقول انا الجمهور ديالنا راه قالوا الجمهور الوداد البيضاوي، لان راه حشومه عيب وعار ان الجمهور الوداد يحتل ملعب مراكش والجمهور ديال مراكش في البيت ديالو، فغير مبرره هذه اللي داروا، حيت ما مسموحش لهم، انا ما غنسمح لحتى شي واحد من هنا القدام يجي يعاتبني على النتائج السلبيه ولا يجي يحاسبني على النتائج السلبيه، لان حنا ملي ما كنتخلصوش ولا كتكون مشاكل ماديه فاحنا بالدور ديالنا كنهضروا ولكن كنجيو نلعبوا، ما تنقاطعوش مقابلات، حيت قاطعنا المقابلات ما غيرحموناش، غيقولوا لنا انتم خونه انتم، واش حنا دابا نقدروا نقولوا لهم انكم خونه؟ حاشا ولله، انهم راهم ساندونا هذه طيله 3 سنوات. ولكن الميساج اللي نقدر نقول لهم الا عندكم مشاكل مع المكتب المسير خليوا اللاعبين على جانب، كاين مجموعه من الطرق ووسائل ديال الاحتجاج انكم تجيو امام مقر النادي، انكم تجيو ديروا لافتات في ملعب مراكش، ولكن باش تقاطعوا راكم ما قاطعتوش المسيرين، قاطعتوا اللاعبين وقاطعتوا الفريق ديالكم، لان اليوم حسينا براسنا لاعبين في الدار البيضاء، ما لعبناش في مراكش، لاعبين خارج الميدان، لان كتسمع الصوت ديال جمهور مراكش اكثر ما كتسمع الصوت ديال فانا كنت كنسمع الاحتلال الودادي، الاحتلال الرجاوي لمدينه مراكش، اليوم كان احتلال ودادي لمدينه مراكش، لان ما شفت حتى شي مراكشي، ما شفت حتى شي، كنا كنفتخروا بالكريزي بويز، كنا كنفتخروا بجمهور مراكشي، ولكن اليوم شنو غادي ميساج ممكن تقول لهم باش بالنسبه في المباراه القادمه امام الجبال الحسني؟ الميساج اللي غادي نقول لهم راكم الا ما جيتوش المقابله ديال الدفاع الحسني الجديد راه غنحسوا براسنا لاعبين في جديده عاوتاني، راه ما تلوموناش الا كانت شي نتيجه ماشي ايجابيه، ولكن الا جيتو راه كنلعبوا في 11 لاعب ما كنلعبوش في 12 لاعب. اليوم تبعنا واحد المباراه قويه اللي قمتوا بها امام فريق الوداد البيضاوي هنا بمراكش، وللاسف كل شيء تيقول هذه الكلمه انه لعبنا في ملعب كبير مراكش بحال لعبنا في الدار البيضاء بحكم الاعاجيج والقوه ديال اتجاهات الجماهير البيضاويه، وبحكم كل هذه الظروف انه تمكنتوا باش انه تخرجوا من هذيك الضغط ديال الجماهير ولعبتوا واحد المباراه قويه. اش ممكن تقول للجمهور ولا تحدثنا بعدا اولا على المباراه كيف عشتوها انتم بالنسبه لاش كان عندكم شي ضغط، وميساج ممكن تقول للجمهور باش انه يحضر في المباراه القادمه بقوه امام الدفاع الحسين الجديده في اياب كاس العرش؟ وكيف ما تعرف مقابله لا ضد الفرق الكبيره كمثال حي وفريق الوداد البيضاوي المرصع بالالقاب والمرشح بقوه لنيل لقب هذا الموسم، فهي مقابله ما كانت سهله، مقابله صعيبه غلب عليها الجانب التكتيكي. الحد المؤسف هو غياب الجمهور ديالنا في هذه المقابله، كما شفتي جماهير الوداد البيضاوي حجت بكثافه الملعب الكبير بمراكش، حنا من هذا المنبر ديالكم كنتمناو ان الجمهور الكريزي بوز العاشق لكوكب مراكش ان يرجع للمدرجات باش يرجع الدفء للمدرجات ديالنا ويساندنا، خصوصا ان مقبلين على اياب ذهب ربع نهائي كاس العرش من فريق الدفاع الحسني الجديدي، هو اللي غادي يكون السند ديالنا باش نقدروا نفوزوا بهذه المقابله ونمروا النصف النهائي اللي هو الغايه ديالنا، ولما لا الوصول للنهائي والحصول على اللقب اللي ماشي بعيد علينا، ونتمنى ان شاء الله التعويض في المقابلات المقبله وذلك مع الجمهور اللي غادي يكون متواجد ان شاء الله. مجيد الزويري اللي تبع اليوم المباراه ومن المدرجات ونتمنوا لك الشفاء والشفاء العاجل باش ترجع للميدان بقوه. بالنسبه مجي اش ممكن تقول لنا على المباراه شفتي انت من المدرجات، واش ممكن تقول انت كذلك للجمهور المراكشي اللي اليوم كان مقاطع وتنشوفوا انه غابت الاعاجيج المراكشي على هذه المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما نكذبش عليك بقى فينا الحال حيت شفنا جماهير الوداد بهذه الكتله هذه لحقا ساندوا فريقهم تفوقوا عندنا نسبيا بواحد النسبه تاع الكره، مي تنقول للجمهور الكوكب راه حشومه تخليوا الفريق ديالكم في هذه المرتبه اللي فيهم هما رغم الظروف اللي عارفين حنايا بان راه تيدوزوا منها جمهور
كنطلبوا منهم مساندة الآخر، راه ما عودونا. شكرا.